بسم الله والابن الرخص الواحد من ليس ماثو سبت ايران براتور بنبيات رئاس بشيس فنوت انتيني قوم شنمان جعلنا مستعقين نقول بشكر ابانا الذي في السماوات Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. In Christ Jesus our Lord, for thine is the kingdom, the power, the glory forever and ever.
خم بخريستوس يسوس بين شوي فلوغ يسون ابي ابروس اف كيستا سيت ارن باس كتب نيفماتي يسو فنشكو سنة خيرات رحم الله ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح لنا استرنا نحفظنا قبل الهلي أشفق علينا عضدنا تبنا لهذه الساعة ونفرس أن نحفظنا في هذا المقدس كل أم حياتنا بكل سلام الضابط الكل رب وإله أخونا بروس اف اكساستي كريا لايسو ماستر لورد قد بانت كراتور فادر فاو لورد قد ان سيفي جيزاس كرايس وي ثانك يو فور ايفرثينج كونسرنينج ايفرثينج ايفرثينج فور يو هاف كفرد اس هيلبد اس guarded us, accepted us, and you spared us, support us, have brought us to this hour. Pray the God may have mercy and compassion on us. Heroes, help us and accept the supplications for our prayers which you got on our behalf at all times and forgive us our sins. Lord, have mercy. Therefore, we ask and treat your goodness. O lover of mankind, grant us complete this holy day and all that is for our life and all peace with you, all fear, all envy, all temptation, all the work of Satan that counts wicked men and the rising up of enemies and manifesting them away from us, from all your people, from this church, from this who believe this yours, but the things which are good and profitable to provide for us, for it is you who have given us the authority to tread on serpents, scorpions, upon all the power of the enemy. بن شويس يسوس بخريستوس إرنستي بينيري إيقوني نهمن إيهوني مهمن غور شاين تفسوت تنخين النوبي أنون والمارن جبن يوتن تخيني في يوم ومعرفت وين جي اي بكران مارسين جتك متغور وجفك ببيو شانيني شيريني شيريني ماري يا خينو شيري اف وام شيريني ماري اسمف ام فيس وام شيريني شيرني شيروبيم شيرني سي رفيم شيرني طغماتيروني بورانيون شيرنا شوي سنيوتينا بو أستولو شيرين ما سيتي سنتي بن شويس إيسوس بخريستون شيرين أكوبي ما أتيروس شيرين أكوبي مار إنتي روس شيري بي شوي جنجي إني أوس شيري بي أسلو فوروس بن شويس بورو أريانوس ادخنو مي اسمي بنيوت سوا بنزين إيكي وزبابا فشنوتي بغر شرف
بمن ريت انت بخريستوس هي تمني برزبي انت في سعوتك وماريا شوي صار يموت سيرينو هو سيروك نمبك يوتنا أغسوس نمبب نبما يسوب جياكي أكسو تيمون ناينا لين فلوغين سون إيبي بروسف كيسوسيتي إيرين باسي كيتوب نظماتي سنم شوينس مام تنوف سيشتي اي رو خنكن فنن يوتين سواب أبرا أمن مساك نميان شوخينو من اخلقوي هجن افمو انت بمتنخن ببرازيسوس انت بونوف the place of out which grief sorrow and groaning have fled away in the light of your sins raise up their bodies also on the day which you have appointed according to your true promises, which are without lie. Grant them the good things of your promises, that which an eye has not seen, nor ear heard, neither have come upon the heart of man. The things which you, O God, have prepared for those who love your holy name. For there is no death for your servants, but a departure, even if any negligence
or heedlessness had overtaken them. As men, since they were clothed in flesh and dwelt in this world, فالتك صالح محب للبشر. اللهم تفضل عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها يا رب نيحهم واغفر لهم، فإنه ليس أحد طائرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. As for us all, grant us our Christian perfection that was pleasing to you, and give them on us a share and inheritance with all your saints. Lord of mercy. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله أبانا ومتزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجدا للأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كما استتكلنا عليك، لأن عين الكل تترجاك، لأنك أنت لست تعطيهم طعامهم في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أكثر الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل للأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنا اللي برك. يا رب رحمتك دائما للأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك. يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك إنبوع الحياة وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك الذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب. لك تقبل البرك، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس كان منذ بدء الآن للأبد أمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لإسمك أيها العلي أن يخبب رحمتك في الغدوات وحقك في كل ليلة. Holy God, Holy Mighty, Holy Lord, who is born in the virgin, mercy upon us. Holy God, Holy Mighty, Holy Lord, Holy God, Holy Mighty, Holy Mortal, who rose from the dead, glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit, now and forever. Holy Trinity, have mercy on us. Holy Trinity, have mercy on us. Holy Trinity, have mercy on us. Lord, forgive us our sins. Lord, forgive us our iniquities. Lord, forgive us our trespasses. Lord, for the sake of your people, hail them for the sake of your holy name. Our fathers and mother and our fallen asleep, O Lord, repose their souls. Are you without sin, Lord, have mercy on us. Are you without sin, Lord, help us to receive supplications. Pure is the glory, dominion, and triple holiness. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, bless us, amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we give those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil one. In Christ Jesus our Lord, for thine is the kingdom, the power, and the glory forever. خم بخريستوس يسوس بن شوي سمين الليلويا شيريني تنتيهولوس يسوى بسمينو توين برسينو سنسيوني بنتي مسنو تسموفن بخريستوس شيريسي تسمي سينانين بيوين انطاف مي بخريستوس بن نوتي تي برسينو سسوى تي برسينوس ماريا امتي سيوتوكوس يسوى تي برستي تسيتنو تنتي بجينوس انتي مترومي Shere, oti parsenos ti oro emi enali esini. Ben Gay.
remember us, O our faithful advocate, before our Lord Jesus Christ, that he may forgive us our sins. وسبح رحمك يا ربي إلى أبد الأبد ومن جيل إلى جيل بفمي أخبر بحقك. My iniquities have covered my head and have overburdened me. Oh God, hear my sighs and cast them away from me. اجعلني مثل العشار الذي أخطأ إليك وترافت عليه وغفرت له خطايا. Make me like the adulteress whom you have redeemed. You have saved and rescued her, for she pleased you. اجعلني مثل اللص الذي صلب عن يمينك وطرف بك هكذا قائلا. Remember me, O my Lord, remember me, O my God, remember me, O my King, when you come into your kingdom. فأنت يا مخلصي قابلت إليك اعترافه وترافت عليه وأرسلته إلى الفردوس. Likewise I the sinner, Jesus my true King and God, have compassion upon me and make me as one of them. أنا أعرف إنك صالح رؤوف ورحيم, أذكرني برحمتك إلى أبد الأبد. I ask you, O my Lord Jesus, do not chastise with your anger, nor also with your wrath. Do not chastise me for my ignorance. لأنك لا تشاء موت الخاطي مثل أن يرجع ويحيا. ترى أفعال ضعفي ولا تنظر إلي بغضب. I have sinned, O Jesus, my Lord. I have sinned, O Jesus, my God. O King, do not count the sins which I have committed. أسألك يا مخلصي فلتدركني مراحمك لتخلصني من الشدائد المضادة لنفسي. Do not send me to the fire, for my ignorance like so dumb, and likewise do not destroy me like Gomorrah. لكن يا ربي اصنع معي مثل آلي نينوى الذين تابوا فغفرت لهم خطاياهم. May your mercies come unto me quickly, that I may proclaim with those people with an unceasing voice. من أجل هذا أطلب إليك أيها الرب الإله مخلصي, لا تحاكمني أنا الضعيف الخاطي. But rather absolve and remit my many iniquities, as the good one and lover of mankind, have mercy on us, Lord, with your great mercy. رمسول سلم مريم خن في ووت صايب شوي صوي نامم باسم نريت استوب امو فريقون. As David has said in the book of Psalms, the queen stood at your right hand, no king. سلمون موتي إيروس خن بيقو انتنيقو جيتا سونيو ووتا إش فيري طابولي سمي إيروسالي. يا
ايرنيوتي بارسينوستي اورويمينا ليسيني شيرب شوشون تي بنجينو ساريكفو نانين امانوين مارن هو سنتنتي او انتن او اشتنتي ترياسي صواب ات او ينو مو اسيوس اسمين ايفول شايني يدخنوا مسمي بنيوت سوى بنزيكيوس أفا مسايل بيانا خوريتيس بمن ريت انت بخريستوس With the Lord on our behalf Holy righteous Father أفا مسايل شنو دسلس الاسم الحلو الذي لأبينا المكرم الذي كان يرشدنا To every righteousness and true faith All of his life sends his youth كان يعلم شعبه التوبة والحكمة وما خافة الله وما حبته How many virtues you perfected Good deeds you have done Books you have written And crowns you have won هكذا أنررت لنا بتعليمك المقدسة وأقوالك الروحانية فصارت لنا كنزا مقدسة I do not err if I call you a prophet, an apostle, or a mandarite, our Pope the Patriarch. السلام للعظيم في البطركة البابا الأنبشنود الثالث معلم المسكونة وأب الربانة Pray to the Lord on our behalf, our Holy Father the Patriarch. Patriarch Pope Abba Shenouda the third that he may forgive us our sins. Shubin suirisum sigun khinni matshu si tarikin khitu utun shui sin niptirin tisi utoku si toyimbar sinu sin seyunivin. As a man whom you have borne our goods in your to take away our troubles شيرني أوتي بارسين وستي أورو إمينا ليسيني شيرم شوش أنتي بن جنو ساريك فونان إمانوين To remember us, O our faithful advocate before our Lord Jesus Christ, that He may forgive us our sins. نعظمك يا منور الحقيقة ومجدك تعطرك قديس سورة الله لأن كنت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا الملك المسيح فخر رؤوس الإكليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس وفان الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين Truly we believe in one God, God the Father Father, Zabantu Krator, Creator of heaven and earth, and all things seen and unseen, we believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, begotten of the Father before all ages, Lord of life, true God, true God, begotten, not created, one earth is the Father, by whom our Savior made, who for us men and for our salvation, came down from heaven, was incarnated in the Holy Spirit, and the Virgin Mary, and became man, and he was crucified for us, and the punch was fired, he suffered in his spirit, and the third day rose from the dead, According to the scriptures, ascend to the heavens, he sits to the right hand of the Father, and he is coming again in his glory, to judge the living and the dead, whose kingdom shall have no end. Yes, we believe in the Holy Spirit, the Lord, the life giver, who proceeds from the Father, with the Father and the Son, who is worshipped and glorified, who spoke by the prophets, and the Lord, the holy Catholic, the Catholic Church, who he confessed one baptism. تين قوش تيفو الخايتين تيها ناستاسيسين
تاني رف موت نمبي اون خين تبي اونس نيو امي اي تينا اينن ثين شو ناي ايرون شنهت خارو آمي آمي يس أسكي بسنده الفا آمي وارفع غضبك عنا وافتقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم شليل فلوغيسون ابي بروسفي ساسيتي ارنا باسي كي طبني بماتي سو ماستر لورد جيسوس كريست اور جاد تو سيت تو سنتلي اور ديس اس هولي اباسلز من بروفس اند رايتشس من هاف ديزيرت سي ذا ثينجز تو تشو سي and have not seen them, and to hear the things which we hear, and have not heard them. But bless your eyes for the seeing, your ears for the hear. Be worthy to hear and to act according to the Holy Gospels, through the prayers your sins. Pray for the Holy Gospel. Lord have mercy. O Christ, ya Sayyidina, كل الذين عصونا مرونا, أذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا, فحلك أيها الرب إلهنا, الذين سبقوا فرخوا يا ربنا احنا مرضاش فيهم لانك انت وحياتنا كلنا خلصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفعنا كلنا وقيامتنا كلنا ام فريتن وستوي نوفي انتم فيل شوي جنين وزيدو شو شوشي انت ونروي بقليلو يا Stand in the fear of God and let us listen to the Holy Gospel, a reading from the Holy Gospel. According to Saint Matthew Evangelist, may the blessing be with a man. Ben Shoah is Supernato Ben Steer Ben Orotrin, Isos Pechristu Shiri Mefnote Tonkun of Shani, Yufa Benotivation Antenne Trami. Luxo Sikire from the Psalms of our teacher David the Prophet, may his holy blessing be with a man. Hear a just cause, O Lord, attend to my cry. Give ear to my prayers, which is not from dissentible lips. Let my visiting come from your presence. Alleluia. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Our Lord, God, Savior, King of us all, Jesus Christ, Son of the living God, to whom is glory forever. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day it is own trouble. Judge not that you will not judge, for with that judgment you judge, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured back to you. And why do you look at a speck in your brother's eye, but do not consider a plank in your own eye?
Or how can you say to your brother, let me remove the speck from your eye and look a blanket in your own eye? Hypocrite, first remove the plank from your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Do not give what is holy to the dogs, nor cast your pearls before swine, lest they trample on their foot and turn and tears you in peace. Ask, it will be given to you, seek, and you will find. Knock, it will be opened to you, for everyone who asks receives, and who seeks finds. And to him who knocks, it will be opened. Or what is man there among you? If his son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask? Therefore, whatever you want men to do to you, do also them. For this is the law and the prophets. Glory be to God forever. Jeben yotet chenifi owe mare. Tovo enje bekran maris I enje tek met oroje fog bebi o shani enje fes marot enje fiot ne mepshiri ne bieb nev maes owe. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Encourage us, O Lord, with thine kingdom. Chim b'Christos, Jesus ben Shoyz. Enu b'yansun, Kyrie. Roska meta meta vovo, Amin. Irini ponsi. Itum nevo matiso. O Master Lord Jesus Christ, the only begotten Son and Logos of God the Father, who has broken every bond of our sins through his saving, life-giving sufferings, who preached into the face of his saintly disciples and holy apostles and said to them, receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain the sins of any, they are retained. Now also, O our Master, you have given grace through your holy apostles to those who for a time labor in the priesthood in the Holy Church to forgive sin upon the earth and to bind and to lose every bond of iniquities. Now also we ask and treat the goodness lover of mankind. Oh, for your servants, my fathers and my brethren and my sisters, my weakness, those who have bowed their heads before your holy glory, dispense to us your mercy and lose every bond of our sins, and if we have committed anything against you knowingly or unknowingly, or through anguish of heart, whether in deed or word or from faint-heartedness, O Master, who knows the weakness of men as God, one and the lover of mankind, O God, grant to us the forgiveness of our sins. Bless us, purify us, absolve us and all your people. Fill us with your fear and straighten us for the holy good will. For you are our God, the glory, the honor, the dominion, and the worship. Do unto you with your good Father and the Holy Spirit, the giver of life, who is one essence with you, now and at all times and unto the ages of ages. Amen. Min Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Amin, Alleluia, Zuk Sabatri, Keioke, Agiop Nevmati, Keninkai, Kestosion, Astonion, Amin, Tinoshe, Bolingoim, Musgio, Ben Shoy, Isus Vek,
سجي في طفر نستيفي نيري يقول نهمن ايون مهمن يقول شاين تفسوت خين النوبي سوتي مون ونينون كيني ليسون كيني ليسون كيني بلوغي صون امين اسمويرو اسمويرو يستيمي تان يكوني بلغم باسمو او كريست اور جاد بخرين ستونز بن نونتي امين اس اشوبي او كينج اوف بيس grant us your peace, establish for us your peace, and forgive us our sins, for thine the kingdom, the power, the glory forever. Amen. Make us worthy to be thankfully our Father. The love of God the Father, the grace of the only begotten Son, our Lord God and Savior Jesus Christ, the communion and the great and gifts of the Holy Spirit be with you all. Go in peace. The peace of the Lord be with you all. مين بقول انت تهيرني موينان انت كهيرني سمنينان انت كهيرني كان النوفي ناني بول قوري بول انت قاعدين تاني اكلسية اني صفت راس الناس كم شائني امالو بنوتي كنت الميتي تنوخين بقول تي بفيوت نم ببن مسوا بنت فزمو ايرون تي تفتورو انتني تتطلشو اني شوني انتني بسيشين تنصو ما تنوش تموكو بخريستوس تن اغاسوس نم ببن مسوا بجيك ايام سوتي نون في كواكب السمين وصفوف الرسولين والبطرق القديسين بنيوت أبشنوتي بأسيوت ولد البر وتربك الأطهار مقدسان الأفكار بنيوت أبشنوتي في سن الشباب خادم رب الأرباب بمدارس الأحد بأتعاب بنيوت أبا شنوتي ترى رب درس سوريا قدم نفسه قربا ليعيش للرب الديان بنيوت أبا شنوتي رسموا البابا الحاكم أنبكر ولس العظيم اسقوفا للتعليم بنيوت أبا شنوتي اخت البطريركية بالقرى الهيكلية وتزكية الرعية بنيوت أبا شنوتي ام من نور بركات ظهرت لسنوات بكنائس وديرات بنيوت أبا شنوتي زيارة رعوية لدول أجنبية دش كنس الماسية بنيوت أباك شنوتي بزيارات رعوية لدول أجنبية دش كنس الماسية بنيوت أبا شنوتي رسم للأبرشيات بكنا ومكرست والأصفى بقامت بنيوت أبا
كمعلم للأجيال وعظاته والأقوال ذهبية بالكلام بنيوت أبا شنوتي نشر كالمنار كتب وأشعار وتعلم للأخيار بنيوت أبا شنوتي ذا شعبي إيسوس بحب قوي ملموس ليوصلهم للفردوس بنيوت أبا شنوتي أعطى الموازين رد الضالين خلص الخاطئين بنيوت أبا شنوتي احتمل المرض كصليب كساء ورا الحبيب فاستحق للعاجب بنيوت أبا شنوتي كالرسل والشهداء تنيح أب بالآبد وسافر للسماء بنيوت أبا شنوتي تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله بابا شنودة أعنا أجمعين. بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. النهارده ايها الاحباء هو السبت السبت من الاسبوع الاول من الصوم الكبير، بكره الاحد الاول او الاحد من الاسبوع الاول من الصوم الكبير. والنهارده القرايات اللي اتقرت علينا، الانجيل اللي اتقرا علينا في العشيه اللي هو من شويه اتقرا علينا، إنجيل متى إصحاح 6 من أول عدد 34 لآخر إصحاح، وبعدين من 7 إصحاح 7 ل 12. في آخر الإصحاح ده قال قاعدة بيسموها الآباء هي القاعدة الذهبية. إيه هي؟ بيقول كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم هكذا أيضا بهم. دي القاعدة الذهبية اللي الأصول كل واحد مننا يعني خليها في حياته. دي آخر واحدة هي في العدد 12، وكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم فعلوا هذا هكذا أنتم أيضا بهم. المبدأ في العالم اللي هعملني كويس هعمله كويس، دي المبدأ العالمي. والمبدأ الثاني في العالم بعض ناس بيعملوا الناس وحش متكبرين، يتكبروا يتعالوا، احنا الاعلى وانتوا للاسف يعني في التعبير يعني الاقل. ولكن في المسيحية السيد المسيح وضع قاعدة ينبغي ان تطبق في كل بيت ومع الأولاد أو مع الأزواج وأيضا في المجتمعات اللي بنعيش فيها، لأن القاعدة دي بتخلي العلاقات ما بين الناس قاعدة جميلة. وقال أن هذا هو الناموس والأنبياء، كل الناموس والأنبياء، الناموس اللي هو العهد
الأسفار موسى الخمسة والأنبياء اللي بعدهم، فقسم كده يعني. إذن القاعدة دي هي قاعدة عطاء، يعني الواحد يفكر أنا عايز الناس تعمل معايا إيه وأنا هعمل معاهم بنفس الأسلوب. مفيش حد بيحب إن الناس تعامله بأسلوب مش كويس، محدش بيرضى كده. فإذا المبدأ هنا مبدأ كويس إن إحنا نطبق القاعدة دي على الكل مع الكل بالخير. فنيجي في الحياة الزوجية، ممكن الزوج يرجع ما يعملش حاجة مثلاً ويتكلم مع زوجته بطريقة مش كويسة، وتيجي ممكن الزوجة ترد، فإيه اللي بيحصل؟ ما تطبقش المبدأ ده. أو معاملات الآباء مع الأبناء برضو ما بتطبقش المبدأ ده، تلاقي الولاد بيردوا بطريقة غير مظبوطة، لأن ما كانش في معاملة ممكن تكون غير مظبوطة مع الولاد، أو الأسلوب التربوي ما كانش مظبوط مع الولاد. أو في الأشغال في الشغل عموما، لما في ناس بتبقى أسلوبها وطريقتها ديسنت، لما أحيانا بتستغل هذه الكلمة يبقى ملطشة للكل يعني. وهل ربنا عايزنا نبقى ملطشة؟ بالطبع لا. طب إيه معنى بقى من لطمك على خدك الأيمن فحول له الأيسر؟ حتى لو إحنا نفكر بكده بالعقل بالمنطق، دي مش مقصود بيها. يعني اللي بيضرب واحد، أولا مبدأ اليد الشمال دي مش موجودة في الكتاب المقدس غير اليمين دايما، لأن رمز القوة، يبقى الاستثناء هو الشمال. فلما أجي أضرب واحد يعني أضربه على خده إيه؟ مش اليمين ولا الشمال؟ الشمال. يبقى من لطك خدك الأيمن، يعني واحد بيضرب كده بقى مفيش، دي متحصلش، أو بيجي لك من ورا روح ضربك، يبقى المقصود بها إيه؟ طول الأناة، تحول الخد التاني، يعني تدي فرصة مساحة إن الغضب ده يروح. فمش مقصود بها يبقى الإنسان ملطش. وإلا السيد المسيح نفسه له المجد لما لطمه عبد رئيس الكهنة، فقال له يا صاحب لماذا طلتمني؟ كنت فعلت الرضي فاشهد على الرضي. يبقى إذن المبدأ ده ربنا مش عايزنا نكون ملطشة، ومش عايزنا يبقى فينا أسلوب العنف. ولا ليه؟ لأن كل ما تريدون أن نفعل الناس بكم، محدش بيطلب من الناس أن تعملوا بعنف أو بتعملوا بقساوة أو بتعملوا بأسلوب غير مهذب أو كده. فيبقى كل واحد بيطلب من الإنسان أنه يعملوا بأسلوب كويس مهما كان وضع الإنسان. يعني في ناس يعني كبار أو صغيرين، كل واحد عايز اللي عامله يعامله معاملة كويسة. حتى ربنا بيعملنا معاملة، يعني بيتعامل فير مع كل. إزاي بقى نطبق القاعدة الذهبية ديت؟ واحد، أن الإنسان يكون دقيق، يدقق ويخلي ملاحظة للي قدامه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إنسان مجروح أو تعبان، ما روحش أكلمه كلام يعني مثلا واحد تعبان ومتضايق وكده، وبعدين أروح أهزر معاه يوم هو روح مزعق ومتضايق. فأراعي الواحد يكون مدقق في الملاحظة دي، أو يلاقي الوقت المناسب للكلام ده أو التصرف ده، يبقى دي نمرة واحد. عشان كده الواحد يدقق، واحد تعبان أواسيه، واحد مريض أزوره، واحد فرحان أشاركه الفرح، وهكذا. يبقى الواحد يبقى عنده دقة الملاحظة. وفي البيت لما نلاقي الحالة يعني مثلا زايدة شوية، يبقى الطرف الثاني لو اتنين شدوا مع بعض إيه اللي بيحصل؟ الحبل هتقطع. لكن لو واحد يشد واحد يرخي يحصل القاعدة ديت تمشي، وهكذا. يبقى نمرة واحد دقة الملاحظة. نمرة اتنين، الواحد يحط نفسه مكان غيره. يعني ايه اللطف؟ بيقول اللطف انك انت تحط نفسك مكان غيرك. يعني الواحد يكون متعاطف. السيد المسيح كان متعاطف مع الكل. يعني بشوف الانسان ده في ناس بدون ما تطلب ممكن ربنا بيديهم. ليه؟ انه عارف حالة الانسان ده. مثال كده، رجل المشلول اللي بقاله 38 سنة ما طلبش من المسيح ان هو يشفيه،
المرأة السامرية ما طلبتش من المسيح أي شيء، ده هو اللي راح لهم. ليه؟ لأنه كان متعاطفا مع الناس. عشان كده يبقى الإنسان عنده ناحية العطف ديت شوية أو العاطفة شوية، تشعر مشاعر الآخرين وبغير الناس. كمان الواحد يكون مرن. يعني ايه مرن؟ في فرق بين الضمير المرن والمرونة في الحياة، مش الشدة. لأن لا بيقول لك لا تكن بارا بزيادة ما تزودهاش، ولا تكن مستبيحا، يعني لا دي ولا دي، ولا تكن باردا ولا حارا. لو أنت في المنطقة الوسط دي اللي يقول لك أحيانا الناس تاخد كلمة إيه، امسك العصا من النص. لا، ما فيش حاجة اسمها العصا من النص في الكنيسة ولا في المسيحية كلها. ليه؟ لأن مسك العصا من النص لا تقدروا أن تخدموا سيدين، الله أو المال، لا تعرجوا بين الفرقتين، ما بنقدرش. لكن ايه الطريق الوسطى بقى؟ الاتزان. المرونة يعني الاتزان، الواحد يكون متزن في حياته، ما يبقاش التصرف الرد الفعل اكتر من الفعل نفسه. لا، ينبغي ان كل حاجة تاخد حجمها مش فوق. فعشان كده الانسان يكون مرن. يعني غلطة حصلت والواحد مقدر الموقف ده نعديها، تصرف حصل ما كانش مش بس، مش معناها ايه بقى. احسن ان بيحصل تصرفات تبص تلاقي ناس بيحبوا بعض وماشيين مع بعض كويس، تحصل حاجة صغيرة كده تبقى الدنيا قامت، القيامة قامت ونهاية العالم انتهت وما فيش محبة وما فيش تظهر، تبدأ تلاقي الحاجات ديت. مش انا أكون لا، يمكن أحط نفسي مكان الناس دي، يبقى الواحد فيه مرونة شوية. كمان كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم، أنا أقول يعني لازم الناس دي أعمل معها الخير، لأن من يعرف أن يعمل حسنا ولا يفعل فذاك خطية. عشان كده البدايات بيقول يعني أول ما بدأ في الإنجيل ده يقول لا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بنفسه يكفي اليوم شره. دي معروفة، لا تدينوا لكي لا تدانوا. يبقى دي مبدأ، كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم فعلوها كذا أنتم أيضا. مش عايز تدان حدش يدينك، يبقى ما دينش حد. نمرة اثنين، لأنكم بالدينون لا تبيه تدينون، تدانون هو بالكل الذي به تكلون يكل لكم. يعني مش بال بقدر الفعل ليه رد فعل، ورد الفعل مساو له. فالدينون اللي هتدين بيه هتدان بيه، وبالكيل اللي بتكيل بيه هيكليك. راجل أو ست، شاب أو شابة، صغير أو كبير. بعدين الدينونة دي إيه معنى الدينونة؟ إن أنا بقعد أدين الناس وأنا ناسي خطاياها. فلماذا تنظر القضاء الحاجة الصغيرة ديت اللي في عين أخيك هم الخشبة التي في عينك فلا تفتن لها؟ طب يجي يعني الآباء والأمهات لما يقولوا أولادهم من له حق الإدانة؟ هو ربنا طبعا، ولكن في ناس أقامهم ربنا ليدينه. ما تبقاش الدنيا سايبة كده. يعني واحد يقول، يقف قدام القاضي، من أنت من تدين غيرك؟ لا تدينوا لكي لا تدانوا. طبعا لا، هذا المبدأ لا يطبق في الطريقة دي، ولا حتى ضابط الشرطة لما يوقف، انت مالك انت؟ ما فيش حاجة اسمها انت مالك، واخدين بالنا؟ يبقى لهم حق الإدانة، والإدانة مقصود بها ايه؟ التقويم، الآباء والأمهات. نمرة اثنين، الآباء الروحيين للتقويم، الشمامسة الكبار اللي بيخدموا لأولادهم الصغيرين، الأساتذة في الجامعات وفي المدارس يصححوا ويعرفوا الولاد، ضباط الشرطة، القضاء، كل من هو في منصب من حقه أنه، حتى سوبرفايزر، كل من هو في منصب من حقه أنه يصحح الخطأ. بس مش يصحح الخطأ يقعد يتكلم مع ده ومع ده ومع ده ومع ده وبقيت إيه، CNN. لا، مش المقصود بها كده أبدا. زي ما أبو مقار زمان راحوا للرهبان وقالوا له في حد من الآباء الرهبان على علاقة بواحدة جوه الدير، جوه الدير. طب قال لهم انتوا عرفتوا ازاي؟
اللي احنا شفناهم راقبين قالوا ازاي انتوا تعملوا كده، ازاي بتتلصصوا على اخوكوا، تفضلوا يلا، زعق فيهم. راح هو خبط ودخل القلاية لقيها موجودة، فقال له ازاي انت تعمل كده يا ابني؟ وبعدين ايه اللي حصل بقى؟ الاباء الرهبان جايين وراه، ففي المجور بتاع الخبيز حاجة كبيرة كده كانت زمان ما فيش منها دلوقتي، موجودة حاجات بيخبزوا فيها كبيرة جدا. فرحت هي داخلة قال لها خش جوه هنا، فدخلت جوه المجور وهو قاعد على المجور. فدخلوا الرهبان يبصوا هنا وهنا ما لقوش حاجة، قال لهم امال ازاي يعني كده اللي انتوا بتعملوه ده؟ فمشوا. هو بعد ما خلص وماشي يبدو ان في حد من الملائكة جاله وقال له طوباك يا ابو مقار انك سترت على اخوك. فيبقى التقويم مع الستر. أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القضى من عينك والخشبة في عينك؟ يا مرائي أخرج أولا الخشبة من عينك وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القضى من عين أخيك. النقطة اللي بعد كده، لا تعطوا المقدس الكلاب ولا تطرحوا ضرركم قدام الخنازير لألا تنسى بأرجلكم بأرجلها وتلتفت فتمزقكم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني المناقشات الغبية تجنبها، يعني الحاجات المقدسات اللي مش عارف قيمتها هنقول له عليها ازاي يعني؟ ما هو ما دام ما فيش، والا بقى تقعد تتكلم يعني مثلا اي واحد كده تعالى تناول، لا هنستهين بقى بالتناول. او اي حاجه مقدسات زي الكنيسه مثلا، اي واحد مثلا تعالوا نهاف فن وتعالوا ناخدها رقص في الكنيسه ولا مش عارف كركره وضحك وحاجات زي كده، يبقى هنا المقدسات، واخدين بالنا؟ او ان احنا نيجي الكنيسة يعني بالحاجات التي لا تليق في جوه بيت ربنا. فعشان كده بيقول لا تعطوا القدس المقدس للكلاب ولا تطرحوا ضركم قدام الخنازير تسهب أرجلها وتلتفت فتمزقكم. وبعدين بيقول اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. لما نختصرهم تبقى ask، يعني ask seek knock، يبقى ask، يبقى اسألوا معناها الطلبة، قصدي الصلاة، صلاة الروحانية. والطلبة معناها ان انا العمل اللي بعمله ده هل هو حسب مشيئة ربنا ولا لا. والقرع هو العمل الصالح ازاي؟ لان بيقرع بايده، والايد هي ايه؟ العمل. مهما سالنا اننا منه لنا نعمل العمل المرضي امامه. يبقى واحد الصلاه الروحانيه، اثنين معرفه مشيئه الله، نطلب مشيئه ربنا، طلب تجده، اقرعوا يفتح لكم، الاعمال الصالحه والصبر فيفتح لنا. لان كل من يسال ياخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرا يفتح له. وبعدين نتعود ان من جزيس هنشرب شر، بل هنشرب ايه؟ بخير. زي ما بيقول حاجه منطقيه، اي انسان منكم ان سالوا ابن خبز يعطيه حجر، ما بتحصلش. طب وان سالوا سمك يعطيه حيه، ما بتحصلش. فان كنتم وانتم اشرار ليه؟ لان كل ليله خطاه. فبنعرف ندي اولادنا عطايا جيده، فازاي أبونا السماوي مش هيدينا الخيرات للي احنا بنسأله؟ لابد ان هو إله معطي، عشان كده بنقول له فلنشكر ايه؟ صانع الخيرات. هو صانع خير دايما، حتى في وقت الضيقة، حتى في وقت الضيقة يخرج من الجافي حلاوة. عشان كده ادانا القاعدة الذهبية ديت، زي ما ربنا بيعاملنا بالكويس تعاملوا الناس كلكم بالكويس، كل ما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء، ده هو الكتاب، ده هي وصية ربنا دايما. فكل واحد مننا لما يواجه موقف يقول لنفسه أنا لو كنت في موقف الحد ده كنت هعمل إيه؟ ومش كده وبس، لو ربنا كان مكاني كنت هعمل إيه في الموقف ده؟ عشان كده نعمل الصالح. ربنا يعطينا أن نكون سامعين وعملين، لهنا كل مجد وكرام الآن والأبد، آمين.
تفضلوا نصلي وجعلنا مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات. محبة الله الابن الحيد ربنا بله مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة تعطى قدستكم سلام سلام ربي يكون معكم. الوقت نصلي نص الليل وبعد كده التسبيح. بسم الله بلوم رسول واحد من يا رب رحم برحم بارك أمين. جعلنا مستعقين أقول بشكر أبانا الذي في السماوات فاضر فقرتني. فلنشكر سنة خيرات رحم الله بربنا أولانا وخلصنا يسوع المسيح لتسجيب thanks to the beneficent merciful God. رحمني يا الله كعظيم رحمتك من تكسر رأفتك have mercy upon me oh God according to your great mercy. هللويا قوم يا بني النور صبح رب القوات كان معنا بخلاص نفوسنا عندما نقف امام الجسدين انزع من قلنا نوم الغفله اعطنا رب يقظه كان نفهم كيف نقف امامك وقت الصلاه ونصل لك لفوق تمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايان الكثيره. المجد لك يا محب البشر. Behold the Lord, all the servants of the Lord who stand in the house of the Lord, in the courts of the house of our God. In the night, lift up your hands, O you saints, and bless the Lord. The Lord shall bless you out of Zion, He who had made heaven and earth. Glory to you, lover of mankind. فبيض متوسل قدامك رب قول فهم تدخل البطر حضرك كلمتك أحيني تفيد شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك لساني ينطق إذا ما علمتني حقوقك لساني ينطق بأقوالك لأن جميع وصاك عدلتكن يدك لتخلصنا اشتهت وصاك اشتقت لخلاصك يا رب ناموسك وتلاوتي تح نفسه وتسبعك وأحكامك تعناني ضللت مثل خروف ضل فاطلب عبدك لنصرك لما انسى المجد للآب والابن الروح القدس آن وكل أوان ولدهر الدهور أمين. مجد للآب والابن الروح القدس منذ الآن والآبد الآبدين كلها أمين. مجد لك محب البشر الصالح سلام أكبر العذراء مع جميع قدسيك المجد لك يا ثالث قدوس ارحمنا فليكم الله تبتدت جميع عداء ونحن قدامك كل مغسم قدوس أما شعبك فليكم بالبركة ألوفا ألوفا ربوات ربوات أصنعون أردتك يا رب افتح شفتي ولينطق فمي بتسبحك أمين. شوي سلام شوي سلام شوي سلام تسبح خدمة أولى صلاة نصف الليل مبارك نقدمها المسيح منكم للجنية فلان أخدان زي مفترات معلمنا داود النبو الملك بركاته علينا أمين.
Sources Faslum Bar, Gil Malvina Mary Metal Bashir Barakat Wala in Amin, reading from the Holy Gospel according to Saint John, may his blessing be with us all. Amen. Then the kingdom of heaven shall be likened to the 10 virgins who took their lamps and went forth to meet the bridegroom, and 5 of them were wise and 5 of them were foolish. Those who were foolish took their lamps and took no oil with them, but the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept, and at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom is coming, arise and go out to meet him. And all those virgins arose and trimmed their lamps, and the foolish said unto the wise, Give us of your oil, for our lamps are going out. But the wise answered, saying, No, lest there should not be enough for us and you, but go to the rather those who sell and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding, and the door was shut. Afterward, the other virgins came also, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily I say unto you, I do not know you. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. And glory be to God forever. Amen. The things of God be fulfilled in peace and spirit, those in Kyoto, North, Osmoth, Web, JX, and the Ladis, yet Finas Filil, to Balab, the Ladigdom Sakhidan, and Ladigdom Tref, and now where Mustakh Mudima, Pandurian Asilal, Kulinum of Tulkharig Malkul, Balasarius Rukhalatan, Kudus, Kudus, Kudus. أنت الله من والد الله ارحمنا Oh my soul be mindful of that awesome day and wake up and light your lamp with the oil of joy for you do not know when the voice will call upon you saying behold the bridegroom is coming so take heed my soul not to fall asleep lest you stand outside knocking like 5 full of virgins but watch entreating that you may meet Christ the Lord with rich oil And he may grant you the wedding of his true and heavenly glory. أنت يسوع خلصنا ولت الله العذراء الحسن من يغير المنثلم تلي معشورة المعاندين وحزن عبدك رد لي فرح وحصن مدينتنا عن رؤسنا حربي وتشفى عن سلام العالم ترجاؤنا يا والدة الإله. آمين. أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة لما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا ولدي الإله أنت هي باب السماء افتح لنا باب الرحمة أسألك يا حمل الله حمل خطى العالم كله اسمعنا وارحمنا كريا ليسون 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 كريا كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم كريا ليسون كريا ليسون قدوس 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 رب السباوت هولي 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 لورد ثواوس كرحمتك يا رب ليس اختانا مجعلنا مستحقين اقول بشكر ابانا الذي في السماوات ارفض الوارد النير يسلنا أنا للآخر إبرانا ميوت نمشيرين بابن منصوب بنوتنا من تصبح أصل خدمة السنة من نصف الليل قدم المسيح ملكنا ولا أنا وقوت رجاني أقول قطيان من مزامير معلمنا ذو بركات ولا جمعنا أمين
رقصاسي اوسي اوسي من قدوس 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 فصل المؤمن مبارك من بشاط الانجيل المعلم من كل بشي بركاته ونجمين امين. ثم سأله احد الفريسيين ياكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكأ، واذ امرأة في المدينة كانت خطيئة، فلما علمت انه متكئ في بيت الفريسي اخذت قارورة طيب ووقفت من ورائه عند رجليه باكية، وبدأت تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها، وكانت تقبل قدميها وتدنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك قال محدثا نفسه، لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي لمسته وما حالها، إنها خاطئة. فأجاب يسوع وقال له يا سمعان عندي كلمة أقولها لك. فقال قل يا معلم. قال كان لدائن مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سمحهما كليهما، فمن منهما يحبه أكثر؟ أجاب سمعان وقال أظن الذي يسمحه بالأكثر. فقال له بالصواب حكمت. ثم التفت المرأة وقال لسمعان أترى هذه المرأة دخلت إلى بيتك وما أن رجلي لم تعطي، أما هي فقد غسلت بالدموع رجلي ومسحتهما بشعر رأسها، لم تقبل فمي، أما هي فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت، لم تدهن رأسي، أما هي فقد دهنت بالطيب قدمي. من أجل ذلك أقول لك إن خطاياها الكثيرة مغفورة لها، لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتكئون يقولون في نفوسهم من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال المرأة إن إيمانك قد خلصك، فاذهبي بسلام. والمجد لله دائما أبدين أمين. ليكمل القرار بسلام. نسجد لك أيها المسيح ما بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا ارحمنا. أعطيني يا ربي أنا بيد أمين كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا أنا بين قدميك اللتين اعتقتاني من دار طريق الضلالة، وقدم لك طيبا فيقا، واقتني لي عمر نخي بالتوبة لكي أسمع ذلك الصوت الممتلئ فرحا أن إيمان خلصك. When I realize my many wicked deeds and the thought of that awesome judgment comes to my head, my heart a tremble takes hold of me and I take refuge in you, God, the lover of mankind. So do not turn away your face from me. I entreat you who alone are without sin. Grant humbleness to my poor soul before then comes and save me. السماوات تطوبك أية امتلأنا نعم العروس التي بلا زواج، ونحن أيضا نمجد ميلادك للميلادك غير المدرك. أواتي لا يؤم الرحمة والخلاص تشفع من أجل خلاص نفوسنا. أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان ومالي الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. Just as you were with your disciple, O Savior, and gave them peace graciously, come also and be with us and grant us your peace and save us and deliver our souls. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك قيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا كثيرة. أمين. كريا ليسون 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 كريليسون 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 Thank you.
الساقين الصلب شكرا قول أبانا الذي في السماوات. Choice in a name, choice in a choice in a name, the service of the third watch, the blessed midnight hour, we offer to Christ our King and our God, beseeching him to forgive us our sins from the Psalms of our teacher David the prophet and the King. May his blessing be with us all. Amen. Celsius Faslumberg, Gimalina Merilokal Bashir, Barakat, Alain Amin, reading from the Holy Gospel according to St. Luke, may his blessing be with us. Amen. Do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Sell what you have and give alms. Provide yourselves money bags which do not grow old, a treasure in the heavens which does not fail, where no thief approaches nor moth corrupts. For where your treasure is, there your heart will be also. Let your lions be gritted and your lamps burning, and you yourselves be like men who wait for their master when he will return from the wedding, that when he comes and knocks, they may open to him immediately. Blessed are those servants whom their master, when he comes, will find them watching. Assuredly, I say to you that he shall grid himself and have them sit down to eat and will come and serve them. And if he shall come in the second watch or come in the third watch, and he finds them so, blessed are those servants. But know this, that if the master of the house had known what hour the thief would come, he would have watched and not have allowed his house to be broken into. You therefore be ready also, for the Son of Man is coming at an hour when you do not think. Then Peter said to him, Lord, do you speak this parable only to us or to all people? And the Lord said, who then is that faithful and wise steward, whom his master will make ruler over his household to give them their portion of food in due season? Blessed is that servant whom his master, when he comes, will find so doing. Truly I say to you, that he will make him ruler over all that he has. But if that servant says in his heart, my master is delaying his coming, and begins to beat the men servants and maidens, and to eat and drink and be drunk, the master of that servant will come in a day when he is not looking for him, and an hour when he is not aware, and will cut him in two and appoint him his portion with the unbelievers. And glory be to God forever. Amen. The saints of God be fulfilled in peace. Tunish Christos, Mkyotanath, Osmath, Web, Jackis, Monanan, Banum, Tahanina, Arab, Undurada, Fama, Khalil, Tafna, Hayati, Bamal, Lesili, Khalas, Falad, Asal, Ban, Rahim, Arab, Undurada, Fi. وذل مسكنتي وغربتي ونجني Judges present heed O my soul awake and consider that awesome hour, for in the day of judgment there will be no mercy on those who were not merciful. Therefore have compassion on me, O Savior, for you alone are the lover of mankind. يا باب الحلاق لأول التلال المكرمة خلص الذين التقوا لك بإمام من الشدد لك إن مجد ميلادك الطاهر في كل شيء من أجل خلاص نفوس أنا. آمين. أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة اللهم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا
ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. كينين كيعين كيستوس يونس تونيون آمين. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب القيام في السماء يا والدة الإله. أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. أسألك يا حمل الله يا حبخت العالم كلها اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون 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 يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون قدوس 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 رب السبأوت هولي 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 لورد قدوس. رحمتك يا رب ليس اخطانا وجعلنا مستحقين. اقول لك شكر ابانا الذي في السماوات الفاضل في ارض الهيفة. تحليل نص الليل. أيها السيد رب يسوع المسيح من الله الحي الأزلي Absolution O Lord and Master Jesus Christ. طلبت آخر كل ساعة رحمنا الله ثم رحمنا. Conclusion of every hour have mercy on us O God and have mercy on us. جعلنا مستحقين نقول لك شكر أبانا الذي في السماوات الفاضل في أرض الهبل. تنتينو إبشويني شيرن تبويني إنتنهوس إبشويس إنتينيكو. That he may grant us the salvation of our souls. عندما نقف أمامك جسديا. Cast away from our minds the slumber of sleep. أعطينا ربي يقصك نقف أمامك وقت الصلاة. And ascribe unto you the buffet and glorification and win the forgiveness of our many sins. Glory be to you, lover of mankind. أبارك الرب يا عبيد الرب المجدولات يا محب البشر. You who stand in the house of the Lord and the courts of the house of our God. Glory be to you, lover of mankind. بالله أرفعكم إلى فوقي وقدس بارك الرب المجدولات يا محب البشر. The Lord bless you from Zion who made heaven and earth. Glory be to you, lover of mankind. فليدنو توسلي قدامك يا رب كقولك فهمني المجدولات يا محب البشر. Let my supplication come before you, revive me according to your word. Glory be to you, lover of mankind. تفيد شفتي الصبح إذا ما علمتني حقوق المجدولات يا محب البشر. My tongue shall speak of your words, for your commandments are righteousness. Glory be to you, O lover of mankind. لتكن يدك لتخلصني لأن اشتهيت وصاياك المجدولات يا محب البشر. I long for your salvation, O Lord, and your law is my delight. Glory be to you, O lover of mankind. تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني المجدولات يا محب البشر. I've gone astray like a lost sheep, seek your servant, for I do not forget your commandments. Glory be to you, O lover of mankind. Tuxabatrike, Eyuke, Age, Yobne, Matis, Oxati, Mina, Mithropin. Kenin, Keae, Kestosion, Asunon, I mean, Oxati, Fila, Mithropin. Magdul Eb, Well, Ibni, War, Rohal Kodos, Punzil, and Well, Abdul Abedin, Kulla, Mean, and Magdulek, Yamahib, Bil Bashar. Glory be to you, good one, the lover of mankind. Glory be to your mother, the virgin, and all your saints. Glory be to you, O lover of mankind. المجدولات أيها الابن الوحيد أيها الثالوث القدوس ارحمنا المجدولات يا محب البشر. Let God arise and let all his enemies be scattered and let all the haters holy name flee from
from before his face. Glory be to you, lover of mankind. وأما شعبك فليكن بالبركة ألف ألوف وارب واترب وات يصنعون إرادتك. O Lord, you shall open my lips and my mouth shall show forth your praise. أمين هللويا كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون صوتين توتي أفوسن جيموسيس نمبيب شيرين بإسرائيلي طيوزين تيبشوس وواف قوس إثروغوس إمارين هوسيب شوس قينا The horse and its rider he has thrown into the sea. The Lord is my strength and song, and he has become my salvation. The Lord is a man of war. The Lord is his name. Pharaoh's chariots and his army he has cast into the sea. The depths have covered them. They sank to the bottom like a stone. And in the greatness of your excellence, you have overthrown those who rose against you. You sent forth your wrath, it consumed them like stubble. He said, I will pursue, I will overtake all them by the spoil. My desire shall be satisfied on them. I will draw my sword and my hand shall destroy them. أرسلت أرواحك فغطام البحر وغصف الأسفر كالرصاص في مياه كثيرة. Who is like you, O Lord, among the gods? Who is like you, glorified in the saints, amazing in glory, performing wonders? هدأت يمينك فطلعتهم الأرض، هدأت شعبك بالحقيقة. هذا الذي اخترت وقوته بتعزيتك إلى موضع راحت قدسك. The people will hear and be afraid. Sorrow took hold of the inhabitants. All the inhabitants of Canaan will melt away. Fear and dread will fall on them. بكثرة سعيدك فليصيروا كالحجار حتى يكتشعبك يا ربي حتى يكتشعبك هذا الذي اقتنيته. You will bring them in and plant them in the mountain of your inheritance, in the place, O Lord, which you have made for your own dwelling. موضعك المقدس يا رب الذي عدته يداك يا رب تملك منذ الأزل والآن وإلى الأبد. For the horses of Pharaoh went with his chariots and his horsemen into the sea. Then Mary and the prophetess, sister of Aaron, took the timbrel in her hand, and all the women went out after her with timbrels and with praises. وبدأت مريم في مقدمتهن تقول فلنسبح الرب لأنه بالمجد قد تمجد. Oh.
سينا. تفتقروا ان بك عند النمو الليل يا جبل نشب شايني. To him who made great lights الليل yes mercy endures forever. الشمس لحكم النهار الليل يا لنا للابد رحمته. في تفشار المؤمنين نوش عميسي الليل يا جبل نشب شايني. And brought out Israel from among them الليل yes mercy endures forever. بيد عزيزة وزرع عليا الليل يا لنا للأبد رحمته. To him who divided the Red Sea into الليل yes mercy endures forever. هو أفيني بإسرائيل من خيط من أيتي الليل يا جبل نشب شايني. But overthrew Pharaoh and his army in the Red Sea الليل yes mercy endures forever. الذي أخرج شعبه إلى البرية الليل يا لنا للأبد رحمته. To him who retrieved water from a rock الليل yes mercy endures forever. في تبشار يرن نشتي ونقو الليل يا جبل نشب شايني. سيحون ملك الأموريين الليل يا لنا للأبد رحمته. And Og the king of Bashan الليل yes mercy endures forever. أفتيهم بوقاي في نقل الومي الليل يا جبل نشب شايني. A heritage to Israel the serpent الليل yes mercy endures forever. في تواضعنا ذكرنا الرب الليل يا لنا للأبد رحمته. And rescued us from our enemies الليل yes mercy endures forever. في تفكيرك الليل يا جبل نشب شايني. Oh give thanks to the God of heaven الليل yes mercy endures forever. نحمد رب الأرباب لأنه طيب وصالح الليل يهلي أن إلى الأبد رحمته مارين.
تذكرت خطايا تذكرت خطايا جالي فأملت دموعي وجلست أبكي كل التلهدات التي في صدري تشعل كالنار في قلبي. سقطوا إلى أسفل مثل البيت
المجد على الرمحات السمائيين بل والأرضيين أردت لقضياتي السلطوطينان. Behold, I see that my soul is lifeless, place it in a tomb like the dead. Gather, O my brethren, and weep with me until the end of time, for I have fallen. اغسل جراحاتي بدموع التوبة والتوسل بك في الليلي لأنك نشلتني لألا أحتقى أنا الذي سقط بين اللصوص. Sin approach, O God, from my heart with ignorant thoughts. Grant unto me spiritual wisdom and fertility in my prayer. لأعمق في حكمة الكلام وأصير في ود بعد العداوة يا سيد الحق. أنت تعرف يا سيدي أن حواسي تميل إلى جهالة هذا العالم. Woe to me if you count my trespasses, there is great shame in the poverty of my spirit. Oh Lord, remit the trespasses of my nature and the weakness of my flesh. أمل بسمعك لضعفي عاجلا كما سمعت طلبات العشر. خلص يا محب البشر لأن حواسي قد غرقت في أهوال هذا العالم. We ask you, oh great king, remember your servant in your kingdom. Behold a thief likewise said to you, and you visit them, O Lord, with mercy and salvation. لك الكرم ولك العزة يا خالق السماء والأرض. اغفر لي قليلا لكي أستريح لأن غلطي وظلمي ثقل علي. Not in ten in yotik ekros, marahot ekros, she's a shining in it. كزمرات خمبير فيت بك أوس وابك إرهو أوس مروتك إرهوس جيسي شاني ينين. Blessed are you who beholds the depths and sits upon the cherubim and exceedingly to be blessed and exalted above all forever. مبارك أنت على العرش ملكك ومتزايد بركة ومتزايد علوا إلى الأبد. Blessed are you in the firmament of heaven and exceedingly to be blessed and exalted above all forever. Choice nevio witiron tep choice hosel of eriha uchas shani. Bless the Lord, O heaven, praise him and exalt him above all forever. Bariku Rabb ya gamir malaikat al-Rabb sabbihuhu wa zidu uluwan ila al-abad. Bless the Lord, all you warriors above the heaven, praise him and exalt him above all forever. Izmo ibshois nigum tirun tibshois hoseruf eriha uchas shaniyene. Bless the Lord, O sun and moon, praise him and exalt him above all forever. بارك الرب يا سائل نجم السماء سبحيه وزيدي علوا إلى الأبد. Bless the Lord, all you reign and do, praise him and exalt him above all forever. اسمو بشويس نيتشي بينم نيسيو سيرو فاريها وشاس شانيينه. Bless the Lord, all you spirits, praise him
name and exalt him above all forever. بارك الرب أيتها النار والحرارة سبحاه وزده علوا إلى الأبد. Bless the Lord, O cold and he praise him and exalt him above all forever. اسمه بشويس نيوتين منيني فيه وصير فاري هاوتشاس شانيني. Bless the Lord, O unite and days praise him and exalt him above all forever. بارك الرب أيها النور والظلمة سبحاه وزده علوا إلى الأبد. Bless the Lord, O frost and cold praise him and exalt him above all forever. اسمه بشويس Bless the Lord, all you lightnings and clouds, praise him and exalt him above all forever. بارك الرب أيتها الأرض كلها سبحيه وزيدي علوا إلى الأبد. Bless the Lord, all you mountains and all hills, praise him and exalt him above all forever. Bless the Lord, O you fountains, praise him and exalt him above all forever. بارك الرب أيتها البحار والأنهار سبحيه وزيدي علوا إلى الأبد. Bless the Lord, O you whales and all that moves in the waters, praise him and exalt him above all forever. Bless the Lord, all you wild beasts and cattle, praise him and exalt him above all forever. بارك الرب يا بني البشر واسجدوا للرب سبحوه وزيدوا علوا إلى الأبد. Bless the Lord, O Israel, praise him and exalt him above all forever. Bless the Lord, O you servants of the Lord, praise him and exalt him above all forever. بارك الرب يا أرواح وأنفس الزكين سبحوه وزيدوا علوا إلى الأبد. Bless the Lord, O you holy and humble of heart, praise him and exalt him above all forever. Oh.
اسني في اوي صغي بو ام ابنوتي شيخون بو وني انجلو ستا ادفو اوهس ايرو اري هو تشاس كنمين زينا ميستو كيريو اسمو بفرانتو تيميو بيري نميو نمي سيو هس ايرو اري هو تشاس And also you reign and do sing praises unto our Savior, for He is God of our Father. Praise Him and exalt Him above all. Glorify the Lord, O clouds and winds, together with the souls and the spirit, O you cold and fire and heat. Praise Him and exalt Him above all. أيتها الليالي والأيام أيضا والنور والظلمة والبور قائلا المجد لك يا محب البشر سبحوه وزيدوه علوا أيتها الأشجار وجميع ما ينبت في الأرض وكل ما يتحرك في المياه والجبال والغياط سبحوه وزيدوه علوا Ceasing the Lord, the King of the King. Oh, you rivers and seas, praise Him and exalt Him above all. And we also sing them, let us say with all these things, bless the Lord. All you birds, praise Him and exalt Him above all. رو اني بخني نمني شيون كي افتنون نمني تيريون ازمو وفشو استون كيريون خس ايرو اري هو تشاف ازمو وفشو اسكتا افتومي ايرو فكي امي بارانومي اوني شيري انتني رومي خس ايرو اري هو تشاف Israel, offer before Him honor and glory and a joyful voice. All you priests of Emmanuel, praise Him and exalt Him above all. You servants of the true God, the soul of the righteous and the humble and the charitable, praise Him and exalt Him above all. الله إلهي أنا هو مخلصكم من الخطر يا صدرك ومساك وابدنا يغو سبحوه وزيدوه علوان أسرعوا بحرس عظيم يا أطياء الرب وكل طبع التي طالها سبحوه وزيدوه علوان Fullness and repose without ceasing, grant unto all of us that we may joyfully proclaim, praise Him and exalt Him above all. And also your poor servant Starkey, make him without condemnation, that we may join all those and say, praise Him and exalt Him above all. نتبعك بكل قلوبنا according to your great mercy.
help us. وَلْتَصْعَدْ صَلَاتُنَا أَمَامَكَ يَا سَيِّدْنَا مثل محرقة كباش وعجول سمن. Do not forget the covenant which you have made with our fathers Abraham, Isaac and Jacob, Israel, your holy one. باركوا الرب يا جميع الشعوب والقبائل ولغة الألسن سبحوا ومجدوا وزدوا علوا إلى الأبد. ضغط إليك يا سيدنا المسيح اغفر لي يا ملك المجد اذكرني تجيت في ملكوتك افتح عيني أعين عقلي لكي أعرف مجدك اذكرني يا ربي متى جيت في ملكوتك. For you are the Son of God, my shepherd, from generation to generation, remember me, my Lord. In kingdom. Truly you came to the world and saved us from the evil one. Remember me, O my Lord, when you come into your kingdom. ارحمنا يا الله نسألك يا مالكنا اذكرني يا ربي متى جيت في ملكوتك. سبع طغمات الملائكة يسبحون جماعة الطغمات اذكرني يا ربي متى جيت في ملكوتك. We chant to you with all the thrones. Remember me, O my Lord, when you come into your kingdom. Yours is the power and the goodness, the glory and the honor. Remember me, O my Lord, when you come into your kingdom. يسوع المسيح هو معيننا. يسوع المسيح هو سابتنا. اذكرني يا ربي متى جيت في ملكوتك. يا ربي يسوع المسيح احفظ شعبك اذكرني يا ربي متى جيت في ملكوتك. Every nation praises you for you have created them. Remember me, O my Lord, when you come into your kingdom. Let us praise you with all the ranks three times saying Agios. Remember me, O my Lord, when you come into your kingdom. الشيروبيم يسبحون والسرافيم يمجدون اذكرني يا ربي متى جيت في ملكوتك. وبغتة مخلصناك انا مع الرسل اذكرني يا ربي متى جيت في ملكوتك. Glory to you and your good Father and the Holy Spirit. Remember me, O my Lord, when you come into your kingdom. O Master, save us from temptations and from all the afflictions. Remember me, O my Lord, when you come into your kingdom. أمن سمعك إلي أيها المسيح واعطني رحمة جميع القديسين. اذكرني يا ربي متى جيت في ملكوتك. بارك المياه والثمار والزرع والأمطار اذكرني يا ربي متى جيت في ملكوتك. We ask for the Lord's priests and deacons, say them, O Christ, remember me, O my Lord, when you come into your kingdom. And also the Christians, forgive them, O our King. Remember me, O my Lord, when
come into your kingdom. أيها السيد الإله معيننا احفظ جامع شعبك اذكرني يا ربي متى جيت في ملكوتك قدوس أيها الثالوث الأقداس احسبنا مع كل مؤمنك اذكرني يا ربي متى جيت في ملكوتك Every soul of the Orthodox repose them O lover of mankind remember me O my Lord when you come into your kingdom O our God, Savior, have mercy on your servants and his fathers. Remember me, O my Lord, when you come into your kingdom. Intercede on our behalf, O holy archangels Michael and Gabriel, that he may forgive us our sins. Intercede on our behalf, O holy archangels Michael and Gabriel, that he may forgive us our sins. Intercede on our behalf, O holy archangels Michael and Gabriel, that he may forgive us our sins. Intercede on our behalf, O holy archangels Zedekiah, Raphael, and Ananiel, that he may forgive us our sins. Intercede on our behalf, O holy archangels Zedekiah, Raphael, and Ananiel, that he may forgive us our sins. Intercede on our behalf, O four incorporeal creatures, the ministers fervent as fire, that he may forgive us our sins. Ishfa'u fina ya kahanat al-haq al-24 qissisan liyaghfir lana khatayana. Intercede on our behalf, O angelic host and all the heavenly multitudes, that he may forgive us our sins. Vim shoy seriye gunna shoy senyotum patriarchy is Abraham Isaac Yaakov mitfkein innu vina nivun. To the Lord on our behalf, O perfect men, the righteous and just Enoch, that he may forgive us our sins. Lubin al-Rabbi anna ya iliya tazbiti wa alisha'ati al-mizul yaghfir lana khatayana. To the Lord on our behalf, O Moses the arch-prophet, and Isaiah and Jeremiah, that he may forgive us our sins. Lubin al-Rabbi anna ya iliya tazbiti wa alisha'ati al-mizul yaghfir lana khatayana. Daniel tifkin novina nivun. To the Lord on our behalf, Joachim and Joseph the elder, and the righteous Job, Joseph and Nicodemus, that he may forgive us our sins. Nubnir Rabbi anna ya Melchi Sadiq wa Harun wa Zakaria wa Sam'an liyaghfir lana khatayana. To the Lord on our behalf, O chorus of the prophets and all the righteous and the just, that he may forgive us our sins. يجون ببرودروموس بافتيستيس يوانس بيرفتي ومستفكين النوفي نانيفون and the celibate evangelist, that he may forgive us our sins. To the Lord on our behalf, O blessed Archdeacon Stephen, the first martyr, that he may forgive us our sins. We must join Syria, Gunobis, the Ori, Mustin of Gaelistis, of Marcos, be Apostolos, and if Canin Novina. To the Lord on our behalf, O struggle mental martyr, my Lord Prince George, that he may forgive us our sins. To the Lord on our behalf, O struggle mental martyr, my Lord Prince George, to the Lord on our behalf, Philopatia Marcoreus, and Abomina and Abba Victor, that he may forgive us our sins. To the Lord on our behalf, Basilides and Eusebius, Macarius and Philotheus, that he may forgive us our sins. To the Lord on our behalf, Basilides and Eusebius, Macarius and Philotheus, that he may forgive us our sins.
لا أخته ليغفر لنا خطايانا. We will show you Seri, Egonava, Jacobus, B. Fersis, Nebuagius, Sergius, Nevacos, and Kenin Novina, Nebun. To the Lord on our behalf, O struggle, mental martyrs, Cosmos, his brother, and their mother, that he may forgive us our sins. Ya Babakir, Wahana, who over Barra, Eliana, Wadimiana, Liakfil, Lena, Kotayana. To the Lord on our behalf, O struggle, mental martyrs, Lord Abba, dear Mary, sister, that he may forgive us our sins. We show you Seri, Egunas, Lovoros, Immartiros, Iulius, Nimni, Esnima, Vintifkenin, Novina, Nivor. To the Lord on our behalf, O struggle, mental martyrs, Maribunam and Sarah, his sister, that he may forgive us our sins. Lubomne Rabbi, Anna, Yabasaramon, Loskof, Absida, Yuaganina, Kos, Liachfilena, Chotayena. To the Lord on our behalf, O victorious martyrs, the 40 saints of Sebasti, that he may forgive us our sins. We show you Seri, Eguna, Babiru, Nematu, Nimio, Annis, Nimsimion, Tifken, in Novina, Nivor. To the Lord on our behalf, O struggle, mental martyrs, Abba, Ifshoy, and his friend Peter, that he may forgive us our sins. To Wamne Rabbi, Anna, Yabaglu, Gilkis, Wababgu, وابقف ليغفر لنا خطايانا. To the Lord on our behalf, of John of Heraclea, Lufthamon and Pistagoras, that he may forgive us our sins. We show you Seri, Egonisi, Dioros, Nimbandrion, Sophia, Nimofumia, Tifkenin, Novina, Nivor. To the Lord on our behalf, Lord Abano, Bentolmeus, Apagargon and Sosneus, that he may forgive us our sins. بأن هي رئيس الكهنة العظيم أنباء بطرس ختم الشهداء ليغفر لنا خطايانا. To the Lord on our behalf, O new martyrs, Pistagoras and Arsenius, that he may forgive us our sins. We show you Seri, Egonu, Michael, Bigumenus, Nim, Michael, Bimonachos, Nifkenin, Novina, Nivor. To the Lord on our behalf, O chorus of the martyrs who suffered for the sake of Christ, that he may forgive us our sins. Luba mne Rabbi, Anna, Zerebon, Hoba, Amlad, Humam, Bentonius, Wan, Babula, Liakfil, Lena, Chatayana. To the Lord on our behalf, O three saints of Makari, and all their children, the cross bearers, that he may forgive us our sins. Luba mne Shoy Seri, Egunna, Shoy Siniotin, Higuminus, Avayo, Annis, Namavadani, To the Lord on our behalf, our lords and fathers who love their children, of all be joy and of all Paul, that he may forgive us our sins. So I'm near Rabbi Anna, when it's a Romeian, Maximus, when Madius, Liakfil, Lena, Chatayana. To the Lord on our behalf, of the 49. Martyrs, the elders of Shehid, that he may forgive us our sins. We show you Seri, Egon, Bigoris, Wababa, Musi, Nemio, Annis, Bikamin, Tifkenin, Novina, Nivor. To the Lord on our behalf, Ababa, Fumius of the Kononia, and Theodore, his disciple, that he may forgive us our sins. The Wamne Rabbi, Anna, and Beshnudras, Rahidin, Wambawisa, Tilmizu, Liakfil, Lena. To the Lord on our behalf, Abanofer and Abakaras, and our father Paphnotius, that he may forgive us our sins. We show you Seri, Egunava, Samuel, Bumo, Ligatis, Nim, Justus, Nimabolon, if Masitis, and if Kenin, Novina, Nivor. To the Lord on our behalf, Abba Apollo and Abba Abib, and our father Abba Pijimi, that he may forgive us our sins. Subom Ner Rabbi, Anna, Yam Bafkin, وبهرون وبهور وبفيس ليغفر لنا خطايانا. To the Lord on our behalf, Abba Barsoma and Ephraim and John and Simeon, that he may forgive us our sins. We show you Seri, Eguni, Bifanius, Nima, Munius, Nima, Arshilitis, Nima, Arsenius, Tifkenin, Novina, Nivor. To the Lord on our behalf, our Lord's and the ascetic fathers, Abba Abraham and
الله من الرب عنا يا آسان ستر رسولي وساويروس وديسكوروس ليغفر لنا خطايانا. شوي سيري يجون بيشوم تشميتش مين تفسوتي خنيك ياز ببيناتي تفكين انو بينا نيبور. سوى من الرب عنا يا أنبا حديد وأنبا يوحنا وأنبا العظيم أنبا برسومة وأنبا رويس ليغفر لنا خطايانا. شوي سيري جني خرسين تنس تبرو بروس اي طفقو كيبول هيني شافيف تفكين انو بينا نيبول. To the Lord on our behalf, my Lord King Constantine, his mother Queen Helen, that he may forgive us our sins. طلبنا من الرب عنا يلفتة العذراء الحكيمة عرس المسيح ليغفر لنا خطايانا. On our behalf, all saints of this day, each one by his name, that he may forgive us our sins. وصفتوس تنتشيس يموك نمبيهم نودوس دافن جنسوك ببيوه بشايني قطعي التقسيس من شي سيدي. To the Lord on our behalf, hourly father the patriarch of Abba Tawadros the archpriest, that he may forgive us our sins. طب من الرب عنا بين القديس البر أنبا بيتار الأسقوف ليغفر لنا خطايانا. وسبح مرحمك يا ربي إلى أبد الأبد ومن جيل إلى جيل بفمي أخبر بحقك. And have a word burden me, O God, hear my sigh, and cast them away from me. اجعلني مثل العشار الذي أخطى إليك وترافت عليه وغفرت له خطايا. Make me like the adulteress whom you have redeemed, you have come and rescued her, for she pleased you. اجعلني مثل اللص الذي صلب عن يمينك وطرقك هكذا قائلا. Remember me, oh my Lord, remember me, oh my God, remember me, oh my King, when you come into your kingdom. فانت يا مخلصي قابلت اليك اعترافه وطرفت عليه وارسلته الى الفردوس. Likewise I the sinner, Jesus my true King and God, have compassion upon me and make me as one of them. أنا أعرف إنك صالح رؤوف ورحيم أذكرني برحمتك إلى أبد الأبد. I ask you, O my Lord Jesus, do not chastise me with your anger nor also with your wrath, do not chastise my ignorance. لأنك لا تشاء موت الخاطي مثل أن يرجع ويحيا. ترافع على ضعفي ولا تنظر إلي بغضب. Jesus my Lord, I have sinned, O Jesus my God, O King, do not count the sin which I have committed. أسألك يا مخلصي فلتدركني مراحمك لتخلصني من الشدائد المضادة لنفسي. Do not send me to the fire for my ignorance like Sodom, and likewise do not destroy me. لكن يا رب اصنع معي مثل آلي نينوى الذين تابوا فغفرت لهم خطاياهم. But may your mercies come unto me quickly that I may proclaim with those people with an unceasing. من أجل هذا أطلب إليك يا رب لنا مخلصي لا تحاكمني أنا الضعيف الخاطئ. But rather absolve three men in my many iniquities at the good I want and liver of men. Oh my God, Mr. Amon, I continue with mercy.
شوبين سوير سوم سيغون خنمت شو سي تاركين خيتو وتن شو سن نبترين تسي وطو كوسي تو ينبار سنو سن سي يونيبي As Lemon you have born our good savior to take away our trouble then grant us his peace شريني وتي بار سنو ستيورو امنا ليسيني شرب شو شنتي بنجنو صاريك فونا للمالوين Yes, you to remember us our faithful advocate المرضى يشفيهم الذين ركضوا يا رب نيحهم واخواتنا الذين في كل شدة يا رب عنا وإياهم جيف اسمروتن جيف يوتني مبشيرين بابن ماي صور تتري يا سيد جيتي بوتن عشت مستنتي يونس من الولايان كريالي صون كريالي صون كريالي صون اسمه إروف نفان جيلو استيرو قللو يا اسمه إروف نفزنا مستيرو Praise him sun and moon hallelujah Praise him all you stars of light اسمه إروف نفيوم وانتي نفيوم ويا قللو يا نبنكي موت صايم شوي نفيوم Let them praise the name of the Lord hallelujah For he commanded them إن صفافونين وقف سنتين للويا أفطه إراتو شاينين بشاينين تبين He has made a decree which shall not pass away للويا Praise the Lord from the earth نيزرا كنم نينون تيرو للويا أكروم أقل أشيون أخرسلوس أبن منصر سيوني تيريم بفساجي Mountains and all hills, hallelujah, fruitful trees and all cedars. Ni tereyun nim, ni tufnu itiru, hallelujah, ni tshakfinim, ni halatitu yente. Kings of the earth and all people, hallelujah, princes and all judges of the earth. Ankhil shirinim, ahan parsinus, hallelujah, ankhiloyinim, ahan aloi. Let them pray. Praise the name of the Lord, hallelujah, for his name alone is exalted. Bifoni von shubijinib kainim, elihri khinit fi, hallelujah, fnait shisi, imibtabin tibiflaus. The praise of all his saints, hallelujah, children of Israel, people near unto him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let Israel rejoice in their maker, hallelujah. Let the children of Zion be joyful in their king. Maru ismoi befranis oam, chinu chorus, hallelujah. Chinu kim kim nu obsal tiriyun maru erif saninero. For the Lord takes pleasure in his people, hallelujah. He will raise the meek with salvation. If you show shoy moon genius, oh, abchino, oh, hallelujah, visilin, emu, he genu manin kod. Let the high praises of God be in their mouth, hallelujah, and a two-edged sword in their hand. If genier in which she am, if she is genius, no, hallelujah, ne man so he genilaos. To bind their kings with chains, hallelujah, and their nobles with fetters of iron. If genir in chito in ohab, if is chiyot, hallelujah, by ufay, if shub chinis, ohab, tiro in tav. Hallelujah, 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 praise God in all his saints, hallelujah.
اسمو ايروف خيم بي تغرو امتي تفقو مالليلويا اسمو ايروف كطيبة شايل تتب متنش تلليلويا Praise him with the sound of the trumpet, Alleluia اسمو ايروف كنوب سالتيريون موكي سارا, Alleluia Praise him with tremble and chorus, Alleluia اسمو ايروف كنان كابن مور غانون, Alleluia Praise him with pleasant sounding cymbals, Alleluia اسمو ايروف كنان كيم فالون انتي ويش ليلو, Alleluia سابتريكي يوكي اجي ابن ماتي الليلويا انكي عيكي استوسر ونستوني ومن حابين الليلويا 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 زوك ساسي وسي وسي مون الليلويا الليلويا تعالوا فلنسبح معا تعالوا فلنسبح مع الملائكة ونمجد ربنا يسوع المسيح فلنصوم صوما نقيا ونصلي بقلب منصحك وكتيت فانبوت وانا نام ومن أبحينا وكريت فوال لأن أهلي نوى لما أكملوا أسهم غفر الرب لهم صاموا ثلاثة أيام وصلوا بهتافين تمسكوا بالصوم والصلاة معا وقوموا بالطهارة التي للقديسين محبين عملوا وتعففوا لتستحقوا الدار الآتي بكرمة عظيمة Many are the virtues that God restores to them because of fasting صعد إلى السماء بدل من قبل الصلاة والصوم إلي صرخ معلما الشعب قيلا البسوا مسحا وصلوا جيدا The kingdom of heaven is not near to us except through fasting and this and the law to the prophet so by prayer and fasting and يسوع المسيح ربنا صام عنا وعلمنا أن نتوب أربعين يوما وأربعين ليلة في البرية بسر عظيم Comprehend the day and the hour of your arrival to the dark grave Remember the judgment before the judge فلتنطق قلوبكم بالتماجيد والطهارة من قبل الصوم الصلاة والصوم يطهران نفوسنا بالوقوف في الصلاة Let us give thanks to our Lord
جميع القديسين صاموا بدون ملل 40 يوما من أجل أعمالهم وباتوا لتوم استحقوا الحياة بالصوم. Humans cannot comprehend the mystery of سوى الحياة الدم وفرح مع المسيح الغفور قلبي وروحي طاهرهما داخلا وخارجا من أفكار الشريرة. احرص على الصوم بحرص عظيم لأن الصلوات بالليل تنير العقول. اسمع مخلصنا في الإنجيل يقول إنه بالصلاة والصوم يخرجان الشياطين. نصرخ بصوت واحد قائلين ارحمنا يا الله واعطينا نعمة من أجل اسمك أيها المسيح مالكنا اصنع رحمة في ملكوتك. ولا تدخلنا في تجربة يا رب لكن نجينا من الشيطان. قدوس قدوس أيها الواحد السماء والأرض مملوءة من مجدك. كي نحفظ وصاياك واجبنا إليك في ديارك ارفع عنا الألمات الشريرة احسبنا مع قطيعك وخرافك. كانت أسشير ويليورسين أهلك ورزي تو دو يوروي أور فادر ومبرزر ثبتنا في الإيمان الأرثوذكسي بشفاعة والدتك مريم. أيها المسيح مخلصنا ارحم شعبك ونعم لنا كلنا كعظم رحمتك. أيكوتين سكخين بشوكين باهين باشو يسيسوس قريبو يسين إلوي بولي بولارو ينس نوفين تفنوفي باشو يسيسوس بخريستوس قريبو يسين إلوي. Dear help to me so that you may save me, my Lord Jesus, help me. May your goodness come speedily to me, my Lord Jesus Christ, help me. صلل علي بظل جناحيك يا ربي يسوع أعني. في 6 أيام صنعت كل الخالقة يا رب يسوع المسيح أعني. 7 times every day I will praise your name, my Lord Jesus, help me. All the creation glorifies your name, my Lord Jesus Christ, help me. لك الربوبية والسلطان يا ربي يسوع أعني.
أسرع يا إلهي لتخلصني يا رب يسوع المسيح أعني اصرف وجهك عن خطاياي يا رب يسوع أعني جمع آثامي يا الله امحوها يا رب يسوع المسيح أعني أعني أمل سمعك إلي واستجب لي عاجلا يا ربي يسوع المسيح أعني يا ربي يسوع أعني يا حامل خطيئة العالم ارحمني يا ربي يسوع المسيح أعني تأن علي ولا تهلكني سريعا يا ربي يسوع أعني أقوم وقت السحار لأبارك اسمك يا ربي يسوع المسيح أعني My Lord Jesus help me In the accepted time hear me My Lord Jesus Christ help me محبوب هو اسمك القدوس يا ربي يسوع أعني فارق عني كل الأبالسة يا ربي يسوع المسيح أعني Grant us your true peace and forgive us our sins, my Lord Jesus Christ. بونان شانسو تي تي بروس افشي مارين اسمو ابران انتي باشوي سيسوس إسرين هو سيروك نبكي وطن آغاسوس نمبب نب مسواب جيوكي أكسو تيمون سيموتي روزيكي وسوسي تسمروت خني هيو مجت مسنوتي نسكيني لو حال عهد والعشر كلمات هذه المكتوبة بأصبع الله To the iota, the name of salvation of Jesus Christ. Through the shedding of his holy blood, he purified the faithful to be a justified people. من أجل هذا كل واحد يعظمك يا سيدة والدة الإله القديسة كل حين. And we also pray that we may win mercy through your intercessions with the lover.
care of mankind. Nimbis nais na jemiptayun tiskini eta moistis tam yusijinipu in sina. He made it with glory as commanded by the Lord and according to the pattern shown unto him. Tilka allati kana haruna wa banu yakhdimuna fi bimsal al-ala wa zil as-samaya. They liken it to you, O Virgin Mary, the true tabernacle wherein dwelt God. Is vi foitni chisi emoxios khinanim nologia emibrofitikon. For they spoke of you with great honor, O holy city of the great king. Nasal wa natlub an nafuz bi rahma bi shafa'atik and muhibb al-bashar. The ark overlaid round about with gold that was made with wood thou not decay. Asim shur binti mini mifnuti binu gusfi etafshu bin rumi khin umit atfor. One nature out of two, a holy divinity, consensual with the Father and incorruptible. Wanasu tahir bighayr mubada'a musawi lana katadbir. This which he has taken from you, undefiled, he made one with him as a high. Is vi foyuni vincit she see mutatshoistisi otokos so vinci univin. And we also pray that we may win mercy through your intercessions with the lover of mankind. Kulil anfus ma'an min ban Israel kandamu karabin ila kumbatirra. Gold and silver and precious stone, purple and scarlet and fine linen. Afsamino kivotos khananchinatiruli avlalos innu. You too, O Mary, are clothed with the glory of the divinity within and without. لأنك قدمتي شعبا كثيرا لله ابنك من قبل طهرتك. Wherefore we magnify you befittingly with prophetic hymnology. جياف ساجز بيتنا ويفتا يوتي باكيس او بنت بنشتين ورو. We entreat and pray that we may win mercy through your intercession with the lover of mankind. الغطاء المزلل عليه بالكروبين المصورين. Who's the symbol of God, the Word, who was incarnate of you without change, O undefiled. أفشو بين طوفو انتين النوفين مورفكو ايفو لنتين الانومية. Wherefore everyone magnifies you, my Lady, the Mother of God, the ever holy. ونحن أيضا نطلب النفوس برحمة بشفاعة عند محب البشر. The two gold cherubim continually cover with their wings the mercy seat. إفن خيفيري هي جنب ما يسوى بنتيني يسوى بخن تسكين ما يسنوتي. You too, O Mary, thousands of thousands and myriads of myriads overshadow you. مسبحين خالقهم وهو في بطنك هذا اللخص شبهنا مخال الخطية والتغيير. Wherefore we magnify you befittingly with prophetic hymnology. Jiaf sajiz vitin hanivui iftayuti vakiis owa binti binishtin uru. We entreat and pray that we may win mercy through your intercessions with the lover of mankind. Anti hiya qist al-zahab al-naqi al-mukhfa al-man fi wasathi. The bread of life which came down for us from heaven gave life unto the world. Izvi fayudni vinsit shisi mutatshoisu. And we also pray that we may win mercy through your intercessions with the lover of mankind. يليق بك أن يدعى اسمك قسط الذهب المخفى فيه المال. For that was kept in the tabernacle as a testimony to the children of Israel. إزفيني بسناني بطفيتوني مو إنجيب شوي سفنوتي بشاف سينا. You too, O Mary, have carried in your womb the rational man that came from the Father. ولتي بغير دناس وعطانا جسد ودم الكريمين فحيينا للأبد. Wherefore we magnify you befittingly with prophetic hymnology. جياف ساجز فيتنا ويفتا يطي فاكيس أوى بنت بنشتين ورو. We entreat and pray that we may win mercy through your intercessions with the lover of mankind. أنت المنارة
الجازب النقي الحامل المصباح المتاقد كل حين. That is the unapproachable light of the world that comes from the unapproachable light. بنوت طائف مي بلخنوت طائف مي تبنش سركسن ختخن أومت أتشفتي. By his coming he gave light to us. We were sitting in darkness and the shadow of death. وقوم أرجونا إلى طريق السلام بشركة أسراره المقدسة. Wherefore everyone magnifies you, my lady, the mother of God, the ever holy. أنون أنت تبصر ششني إبناي هيت النبرز فين تطفم ميرومي. All the ranks on high cannot resemble you, O golden lampstand that carries the true light. فتلك صنعات من ذهب مختار نقي ووضعات في القبة. That was managed by the hands of men who brought oil for its lamps by day and by night. فيتكي خنتيني جي ماريا تبرسينو صفر اوينيرو مني فينس نيو بي كوزموس. For you have given birth to us the Son of Righteousness, and He has healed us of all our sins. من أجل هذا نعظمك باستحكام بتمجيد النبوية. For they spoke of you with great honor, O holy city of the great King. تنتهو تنتبصر ششني إبنائه تنبرز فين تطفم ميرومي. You are the censer made of pure gold, carrying the blessed and life cold. الذي يخاز من المذبح يطهر الخطايا ويمحو الآثام. Which is God the Word who was incarnate of you and offered himself as incense to God his Father. إذ بفيوني بنسيت شيسيم وتتشويت سوتوكوس وبنسيوني فين. And we also pray that we may win mercy through your intercessions with the lover of mankind. حنيز بالحقيقة لا أخطئ في شيء إذا ما دعوتك المجمر الذهب. For there is offered that chosen incense before the holiest. شرف نوتي وليم ما فين نوفين تبيلاوس إيفول هيتم بتشلين بستوين تبستوينوفي. You too, O Mary, have carried in your womb the invisible word of the Father. هذا الذي أصعد ذات ذبح مقبولة على الصلب عن خالص جنسنا. Wherefore we magnify you befittingly with prophetic analogy. جياف ساجز فيتن عن إيفويف طا يطي باكيس وابنت بنشتن أورو. We entreat and pray that we may win mercy through your intercessions of the lover of mankind. Zuxasi osi osimon holy 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 daridik from the gospel according to our teacher Saint Luke. May his blessing be with us all. Amen. Lord, now you're letting your servant depart in peace according to your word, for my eyes have seen your salvation, which you have prepared before the face of all peoples, a light to bring revelation to the Gentiles and the glory of your people Israel. Yeah.
أنت مشتبه للطهارة من داخل ومن خارجة الكبة النقية مسكن الصديقين. إذ في فيتن تشيسي موكسي يسخن هاني منولوجية ببروفيتي كون. نسأل ونطلب أن نفوز برحمة بشفاعتي عند محب البشر. ذكرت اسمك فتعزده يا مالك الدهور وإله الآلهة. وتجسد من الروح القدس ومن مريم العروس الطاهرة. Enchains our sorrow and all our troubles to joy for our hearts in total rejoicing. فالناس جد له نرتلوا لأمه مريم الحمامة الحسنة. Let's all proclaim with the voice of joy saying, Hail to you, Mary, the mother of Emmanuel. شيريني ماريا خلاص بن آدم. شيريني ماريا أم الملجا. شيريني ماريا تالي الحواء. شيريني ماريا فرح الأجيال. Hail to you Mary the joy of all the just. Hail to you Mary the true virgin. Hail to you Mary the salvation of Noah. Hail to you, Mary, the chaste and undefiled. Shirene Maria, Namat Ibrahim. Shirene Maria, Lilgal Mutmahil. Shirene Maria, Khalas Haqiq Qiddis. Shirene Maria, Umm al-Quddus. Hail to you, Mary, the rejoicing of Jacob. Hail to you, Mary, myriads of myriads. Hail to you, Mary, the pride of Judah. Hail to you, Mary, the mother of the Master. Shirene Maria, Kirazat Musa. Shirene Maria, Walidat Sayyid. Shirene Maria, Karamat Samuel. Shirene Maria, Fakhri Israel. Hail to you, Mary, the Sebastian of Job, the just. Hail to you, Mary, the precious stone. Hail to you, Mary, the mother of the beloved. Hail to you, Mary, the daughter of King David. Shirene Maria, Sadiqat Suleiman. Shirene Maria, Rifat Siddiqin. Shirene Maria, Khalas Ashiya. Shirene Maria, Shifa Armiya. Hail to you, Mary, the knowledge of Ezekiel. Hail to you, Mary, the grace of Daniel. Hail to you, Mary, the power of Elijah. Hail to you, Mary, the grace of Elijah. Shirene Maria, Walidat al-Ilah. Shirene Maria, Umm Yasu al-Masiyah. Shirene Maria, Al-Hamam al-Hasana. Shirene Maria, Umm Ibn Allah. Hail to you, Mary, who was witnessed by all prophets, and they said, Behold, God the Word was incarnate of you, and in indescribable unity. مرتفعة أنت بالحقيقة أكثر من عصر ممتلئة نعمة. ما هي العصا إلا مريم لأنها مثال بتوليتها. She conceived and gave birth without completion to the Son of the Highest, the Eternal Logos. Through her prayers and intercession, Lord, open unto us the gates of the church. أسألك يا والدة الإله اجعل بابواك الناس مفتوح للمؤمنين. فلنسألها أن تطلب عنا عند حبيبها ليغفر لنا. You are called, O Virgin Mary, the holy flower of incense. التي طلعت وأظهرت من أصل رؤساء الآباء والأنبياء. Like the rod of Aaron the priest
which blossomed and brought forth fruit. لأن نقلتك المبغرة زرع بشر وبتوليتك بغير فساد. Wherefore we glorify you as the mother of God. Ask your son to forgive us. You are exalted more than the patriarchs and honored more than the prophets. For you are truly the pride of our race and the intercessor of our souls. That he may grant us the forgiveness of our sins in order to win mercy through your intercessions. They did not attain your high blessedness, O who is clothed in the glory of the Lord of hosts. Anti mudi aksar min ash-shams wa lamia aksar min ash-sherubim. And the seraphim with the six wings, which are joyfully hovering over you. Magduki ya Maryam arfa min as-sama wa anti akram min al-ard wa sukkanha. For you are truly the real path leading up to the heavens. لبست الفرح والتالي الوطمان تكتيب القوة يا ابنة سيون. Oh, who was clothed with the garments of the heavenly so that you covered Adam with the garments of grace. والتي مرة أخرى إلى الفردوس موضع الفرح مسكن الصديقين. A true tabernacle is Mary the Virgin, placed in its midst the true testimonies. The golden pot where the manna was hidden, behold, the word of the Father came and was incarnate of you. The golden censer carrying the live coal and the chosen incense with a rich aroma. سهرون التي أزهرت وزار المقدس التي للبخور. All these together direct us to the miraculous birth of Virgin Mary. زينت انفسنا يا موسى النبي بكرامات القبة التي زينتها. The first tabernacle which Moses had made was the place of the forgiveness for the children of Israel. صنعها بمجدين كقول الرب وكجميع المرسل التي أعلمه بها. There was an ark in the tabernacle overlaid with gold within and without. كان في القبة غطاء وكرب ذهب يظللان عليه. There was a golden pot in the tabernacle and a measure of the manna was hidden in it. كان في القبة منارة من ذهب وسبعة سروج توضع عليها. There was a golden censer in the tabernacle and the chosen aloe was in its midst. كان في القبة زهرة بخور يستنشق راحتها جميع قلب إسرائيل. There was the rod of Aaron in the tabernacle, this which has blossomed without cleansing or watering. كان في القبة مائدة ذهبية وخبز التقدم موضوعا عليها. There was an archpriest in the tabernacle offering sacrifices on account of the people's sins. إذا اجتمع ضابط الكل يرفع هنالك خطايا الشعب. Through Mary the
daughter of Joachim, we learn that the true sacrifice for the forgiveness of sins. من يقدر أن يصف كرامة القبة التي زينها النبي. When the chosen scholars of the holy book saw it, they were greatly amazed. وفكروا بفهمهم السامي وفسروا هم الكتب المقدسة. They called Mary the daughter of Joachim, the true tabernacle of the Lord of hosts. شبهوا التابوت بالعذراء وذهبوا المختار بطهارتها. They likened the mercy seat to the virgin and the cherubim of glory overshadowing her. شبهوا القسط الذهبي بالعذراء وكيلات المان بمخلصنا. They likened the golden candlestand to the church and the seven lamps to its seven orders. شبهوا المجمرة الذهبية بالعذراء وعنبرها بعمانوئيل. They likened the flower of incense to Mary the queen and the chosen incense to her virginity. شبهوا عصار بخشبات الصليب التي صلب رب عليها حتى خلصنا. They likened the golden table to the altar and the oblation bread to the body of the Lord. شبهوا رئيس الكهنة بمخلصنا الذبيحة الحقيقية المغفرة الخطايا. He who offered himself as an acceptable sacrifice upon the cross for salvation of our race. فاشتمه أبو الصالح وقت المساء على الجلجلة. He opened the gate of paradise and restored Adam to his authority. Christ our God chose 12 men and called them apostles: Peter and Andrew, James and John, his brothers, sons of Zebedee, Philip too, and Bartholomew, Thaddeus and St. Matthew, James, son of Alphaeus, Nathanael and Judas, his brother, and Matthias, upon whom the lot fell, who was counted instead of Judas, the money keeper. The Lord took them onto the Mount Olive and landed them his law and commandments. He breathed in their faces and placed his hands upon their heads. He braced them with power from on high and gave them authority to forgive their sins. Hail to Matthias, the new plant upon whom the law fell. Hail to Matthias, the apostle who restored the cannibalist nations. Hail to Matthias, under whom they let fire 24 days without his being hurt. Hail to Matthias, who completed his struggle and was reposed in the city of Damascus. Through the prayers of this apostle, O Lord, grant us the forgiveness of our sins. Let us pray
our Savior, the Lord, the lover of mankind, who restored every man to the knowledge of the truth, especially this governor, Irenaeus, who killed the martyrs and ordered everyone to worship Satan. When he struck the martyrs, Philemon and Apollonius with arrows, a reed bounced back and entered his right eye, blinding it. He was very distressed with the damage to his eye. He wiped his eye with their blood, and salvation reached him. From that time on, he believed in Christ Jesus. He was tortured severely, and in the end, thrown into the sea. He completed his struggle and obtained the incorruptible crown with the martyrs of Christ. In him, the holy prophecies concerning the chosen martyrs were fulfilled, that he must become a martyr. And on this holy day, St. Julian, the Archpriest of Alexandria, the great among the patriarchs, was reposed. He was a priest in the city of Alexandria and was a virtuous, learned man. There was none in his time who was like him in the country of Egypt, but the counsel of the Holy Spirit, he was chosen for the patriarchy. He gave many holy sermons and persevered in teaching the people and ascertaining their affairs with his sayings. He remained on the apostolic throne ten full years. He was reposed in peace. Pray to the Lord on our behalf, O Irenaeus the martyr and St. Julian the patriarch, that he may forgive us our sins. رحمت يا إلهي غير محصى وكثيرة جدا هي رافتك. All the raindrops are counted by you, and the sand of the sea is before your eyes. كم بالحري خطايا نفسي هذه الظاهرة أمامك يا ربي. The sins that I have committed do not remember, my Lord, and do not count my iniquities. فن العشار اخترت وزني خلصتها واللس اليمين يا سيد ذكرت. And I to the sinner teach me, O my Lord, to offer repentance. لأنك لا تشاء موت الخطي مثلي أن يرجع وتحيا نفسه. Restore us, O God, to your salvation and deal with us according to your goodness. لأنك أنت صالح ورحوم فلتدركنا رافتك سريعا. Have compassion upon us all, O Lord God, our Savior, and have mercy upon us according to your great mercy. هؤلاء أذكرهم يا سيدنا المسيح كن في وسطنا صريخا قائلا. My peace I give to you, the peace of my Father I leave with you. إبقورن تتهيرين موينانين تكهيرين سمينانين تكهيرين كان النوفيناني بور. Disperse the enemies of the church and fortify her that she may not be shaken forever. إمانوئيل بنو تيخن تنمي تتنخن بوين تبفيوت نمبب نبمصواب. May he bless us all and purify our hearts and heal the sickness of our souls and bodies. We exalt the Mother of the true life, we glorify O Saint of Theophilus, for you have brought forth unto us the Savior of the world, came to save us from our souls. Glory be to you, our Master, our King, Christ, the pride of the apostles, the crown of the martyrs, the joy of the righteous, the firmness of the churches, the forgiveness of sins. We proclaim the Holy Trinity and one Godhead. We worship him, we glorify him. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, bless us, amen. Truly we believe in one God, God the Father, the Pontifical Creator, creator of heaven and earth and of all things seen and unseen. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God, begotten, not created, of one essence with the Father, by whom all things were made, who for us men, for our salvation, came down from heaven, was incarnate of the Holy Spirit and of the Virgin Mary, and became man. And he was crucified for us under Pontius Pilate, suffered and was buried, and on the third day he rose from the dead, according to the scriptures, ascended into the heavens. He sits at the right hand of his Father, and he is coming again in his glory to judge the living and the dead, whose kingdom shall have no end. Yes, to believe in the Holy Spirit, the Lord, the life-giver, who proceeds from the Father, who with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke by the prophets, and in one holy Catholic apostolic church, we confess on baptism for the remission of sins.
We look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Takes away the sins of the world, hear us and have mercy on us. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, efnoti nainan. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, O God, hear us. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Ya Allah, unzur ileyna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, O God, look to us. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Notishin et charon. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, we are your people. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, nahnu gublata. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, deliver us from our enemies. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, amen evul haoevon. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, we are your servants. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, anta ibn Allah. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, we believe in you. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, diakiek sotemon. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, visit us with your salvation. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, waghfir lana khatayana. Kyrie eleison. Holy, holy, holy Lord of Sabaoth, heaven and earth are full of your glory and honor. Have mercy on us, O God, the Father, the Pontifical Creator. O Holy Trinity, have mercy on us. O Lord, God of hosts, be with us. For we have no helper in our hardships and tribulations but you. Absolve, forgive, and remit out of our transgressions. Those which we have committed willingly, and those which we have committed unwillingly. Those which we have committed knowingly, and those which I commit unknowingly. The hidden and the manifest, O Lord, forgive us for the sake of your holy name, which is called upon us. Let it be according to your mercy, O Lord, and not according to our sins. Amen. Alleluia, Zuk Sabatrike, Yoke, Agyum Nev, Matike, Linkai, Kestos, Ion, Aston, Ion, Amin, Tinoche, Voling, Goem, Mosio, Ben Choice, Jesus, Be, Christus, Jefie, Tafferin, Stevi, Neri, Bot, Nemino, Neme, Minigol, Shantif, Sotin, Chen, Nem, Novi, Sotin, Mono, Naino, Kyrie eleison, Kyrie evlogison, Aminis, Moeros, Moeros, Timitania, Kuni, Evon, Gumbies, Christus, Penotti. Amen. Come in peace, grant us your peace and salvage for us peace and forgive us our sins. For thine the power, the glory, the majesty, forever and ever. Amen. O Lord, make us worthy to pray thankfully. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Christ, yes, our Lord. May the love of God, the Father, Pentecostal, and the grace of the only begotten Son, our Lord Jesus.